ألوان وأشكال مبهجة تجذب الأنظار، شتى أنواع الزهور هنا تجدها بحديقة الأرمان في معرض الزهور السنوي، يقصده الكثيرون للاستفادة والاستمتاع. محمد جمعة صاحب 50 عاما ما زال يحافظ على عادته في زيارة هذا المعرض منذ 15 عاما، متمنيا المشاركة به باسم دولته ليبيا. كل سنة بحرص على عرض أو حضور معارض صحاري القاهرة، اللي هنا بتبدي منتجات زراعية ومبيدات واسمدة وشتلات وطريقة الزراعة. نفسي العام القادم أن يكون لي جناح خاص بليبيا، والمنتجات التي نقلتها من المعرض المصري هنا لكل الزوار. المعرض يضم أنواعا وأشكالا مختلفة من الزهور ونباتات الزينة التي تراعي مختلف فئات وأذواق الزائرين. حاجة لطيفة ان انت تكون عندك في البيت نباتات وازهار وورد وفل، وحتى اشتريت صبار حتى كمان عشان يمنع الحشرات في البيت. اول مرة اشوف الورد هنا والاشكال، يعني في انواع كمان ما كنتش اعرفها واسعاره مناسبة جدا، ويعني في اشكال جديدة جدا عن الورد ما كنتش اعرفها. انا اول مرة اجي المكان، صحابي بس شفت الصور وشفت قالوا لي حكوا لي عن المعرض الزهور ان هو حلو، وانا اصلا بحب الورد، فحبيت ان اجي واشوف الورد. لا بجد الورد، انا لما بشوف الورد حاجة بتسعدني قوي. حوالي 187 عارضا جاءوا من مختلف محافظات الجمهورية ليشاركوا بكل ما يخص الانتاج الزراعي على مساحة 28,000 متر مربع بالحديقة. احنا يعني بنقابل زمايلنا كلنا ملتقى، وفي نفس الوقت ملتقى للعملاء، فالناس بدل ما بتروح في كذا حتة، لا ده بالعكس، ده مكان فيه كل الاحتياجات للمجال اللاندسكيب، العميل ما بيدخش عشان يلاقي حاجته، لا بالعكس. طبعا المعرض بيفتح مجال هو لتنشيط نباتات الزينة لصغار العارضين ولكبار العارضين، او ممكن نقول ايه، مش العارضين، للنباتات الزينة، لانتاج نباتات الزينة على العموم. والمعرض بيهدف ان احنا هنحاول نخليه دولي على اساس تزيد الصادرات النباتات الزينة خارج جمهورية مصر العربية إن شاء الله. تسعى وزارة الزراعة من خلال المعرض لتطوير زراعة نباتات الزينة والزهور لما لها من عائد اقتصادي وتصديري هام. الهدف من إقامة المعرض الترويج لنباتات الزينة، تشجيع التصدير برضو عملناه الوزارة لحاجة زي كده، والكلام ده درسينه برضو قبل المعرض. يجمع المعرض هذا العام نحو 600 نوع من النباتات النادرة والأشجار المعمرة في نسخته 86 المقرر أن تستمر حتى 3 مايو القادم. يتزامن هذا المعرض مع عياد الربيع والذي يعد الأقدم والأكبر في الشرق الأوسط، يفتح أبوابه على مدار 45 يوما للجمهور، والذي يقدم مختلف أنواع وأشكال النباتات الزينة والزهور والتي تجذب كل من عشق هذه الزهور. من معرض الزهور بحديقة الأرمان، جاكلين ماهر، إكسترا نيوز.